اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه من ساعه حره استفتاء تاريخي لاكراد العراق على الاستقلال. الاستفتاء الذي قيل انه لن يجرى اجري اليوم في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017 فما هي الخطوه التاليه؟ هل تعلن الدوله الكرديه ام يبقى الاستفتاء ونتائجه؟ ورقة في يد الأكراد في مواجهة معارضي هذا الاستفتاء نرحب بضيوف هذه الحلقة من ساحرة سيكون معنا عدد من الضيوف ولكن أرحب أولا بالسيد دكتور حسام الدين جيلي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين من أربيل أهلا بك دكتور حسام الدين وأبدأ معك هذا الحوار إذا أجري الاستفتاء ماذا بعد؟ مساء الخير أولا في الحقيقة الاستفتاء كان خطوة تاريخية لشعب كردستان نحو التحرر والانطلاق إلى آفاق أوسع هذا من جانب من جانب ثاني أما أما بعد فأعتقد بأن الظروف مؤاتية جدا لدخول حكومة بغداد مع حكومة أربيل في مفاوضات موسعة للوصول إلى اتفاق إطار شامل لفض المشاكل او الازمات اللي ممكن ان تحدث في المستقبل سواء على الحدود على الطاقه على النفط على على الكهرباء سدود مياه واعتقد ل... المفاوضات بين دولتين لا مفاوضات لانشاء دولتين دوله في اربيل مقرها في مركزها في اربيل والاخرى هي بغداد نفسها إذا الاستفتاء بالنسبة إليكم هو للإمساك بورقة ورقة قوة في أي مفاوضات مقبلة مع بغداد يكون هدفها بالنسبة إليكم إنشاء دولة كردية. في الحقيقة هي الوضع هو نعم كما تفضلت لكن إلى جانب ذلك الاستفتاء هي ليست لل يعني هو مدخل لإنشاء دولة مستقبلا لأن الاستفتاء هو في الحقيقة وسيلة لتقرير المصير بصوره على يعني على اساس الديمقراطيه المباشره في الوقت نفسه يعني هذا هو حق طبيعي احد الحقوق الاساسيه الطبيعيه سواء على المستوى الفردي او الجماعي للشعوب والامم موثق في ميثاق الامم المتحده وفي الوقت نفسه لا يعني لا يتعارض مع الدستور العراقي لان يعني الدستور العراقي قائم على اساس الاتفاق الحر الاختياري. هذه نقطة مثار جدل لأن رئيس الوزراء العراقي ومسؤولون ومسؤولين عراقيين آخرين أيضا وحتى دول إقليمية والولايات المتحدة كلهم يقولون إن هذا الاستفتاء غير دستورية، البعض صعد اللهجة في اتجاه القول أنه سيؤدي إلى حروب ونزاعات وقد يؤثر على جهود الولايات المتحدة والجهود العراقية في مواجهة الارهاب وآخرون اكتفوا بتحذيرات من تداعيات محتملة على الصعيد العام أنتم الآن ترون بعد إنجاز هذا الاستفتاء وفي انتظار نتائجه أنه لن يؤدي إلى ما يتخوفه كثيرون من اقتتال عراقي كردي من انهيار داخلي لا بالعكس انا اعتقد بان اجراء الاستفتاء وانشاء دوله كردستانيه في منطقه الشرق الاوسط من الممكن جدا ان تساعد على تحقيق السلم والامن الدوليين، الاكراد منذ عام 1992 الى اليوم يعني لديهم تجربه يعني لا باس بها من حيث الاسهام في حفظ السلم والامن الدوليين في المنطقه، الاسهام في محاربه داعش والقضاء على هذا التنظيم الارهابي مساعده الولايات المتحده الامريكيه المتبادله سواء للاكراد كاقليم وللولايات المتحده الامريكيه كدوله عظمى في منطقه الشرق الاوسط اسهمت بشكل كبير في حفظ السلم والامن الدوليين في منطقه الشرق الاوسط. نعم ولكن أص... نعم عفوا دكتور ولكن حين قال لكم هؤلاء جميعا ان هذا الاستفتاء سيعرض الامن والسلم الدوليين للخطر وسيعرض الامن في المنطقه للخطر لم تلتفتوا الى تحذيراتهم وتنبيهاتهم بل اجريتم هذا الاستفتاء رغما عن الجميع. انا بالعكس يعني خلافا للمنظور المعت او الم... الذي يلجا اليه في وسائل الاعلام، اعتقد بان الاستفتاء يعني لن تكون نتائجه كما يتوقع مثلا هذا وذاك من حيث انه سيؤثر فيها في موضوع السلم الاهلي او السلم الداخلي للعراق بالعكس يعني من الناحيه العمليه قوات البيشمركه حاليا تعمل جنبا الى جنب مع قوات الجيش العراقي للقضاء على داعش، تعمل جنبا الى جنب مع القوات الامريكيه للقضاء على داعش، هذا من جانب، من جانب ثاني اذا الحكومه يعني اعتقد بان الحكومه الكردستانيه الحاليه يعني هي اصلا قد اخذت عهدا على نفسها بان لا تدخل في اي حرب مع حكومه المركز او مع حكومه اي دوله من دول الجوار. ولا تحرض على العنف تجاه اي حكومه من الحكومات الموجوده يعني في جوار اقليم كردستان الحالي. طيب دكتور حسام الدين قلت قبل قليل ان الاجواء باتت ملائمه الان لفتح مفاوضات مع بغداد، بناء على ماذا ترى ان الاجواء ملائمه؟ كما نراها من التصريحات فهي اجواء ملبده، اجواء فيها الكثير من الشحن صح التعبير الكثير من الانتقادات الكثير من الاجواء غير المريحه خطاب رئيس الوزراء العبادي امس كان فيه ايضا بعض هذه التحذيرات بناء على ماذا تعتقدون ان بغداد قد تجلس الى مفاوضات تقولون انكم تريدون ان تؤدي الى قيام دوله كرديه. المصالح المشتركه الموجوده فيما بين بغداد واربيل كثيره جدا هي اكثر من ان تعد هذا من جانب من جانب ثاني القضايا اللي انت عفوا حضرتك اشرت اليها في ان الاجواء ملبده بالغيوم ومن الممكن ان تحدث هناك عواقب خطيره في مثل هذه الاجواء هي تجرى المفاوضات والا المفاوضات لا تجرى في الاجواء السلميه التي لا يحدث فيها شيء. لكن الا ترى ان بعض الاجراءات التي يلوح بها ضد الاقليم ومنها اجراءات حدوديه من تركيا وايران والعراق يمكن ان تضعكم في موقع ضعيف في أي مفاوضات بعكس ما كنتم تأملونه من أن هذا الاستفتاء سيضعكم في موقف قوي بالنسبة للحكومة الإيرانية أنا أتمنى من الحكومة الإيرانية أن تقطع حدودها اليوم قبل البكرة يعني هذا من جانب من جانب الثاني بالنسبة للأتراك يعني أنا طبعا عفوا ما تمنيته بالنسبة للحكومة الإيرانية يبقى في حدود التمنيات لماذا؟ لأن الحكومة الإيرانية والحكومة التركية يعني بس فقط في العام 2016 استفادت من اقليم كردستان بما يقارب الـ 13 مليار دولار. يعني بالنسبه بالنسبه لايران الاقليم هو منفذ للحصار منفذ تستطيع ان تتنفس منه بعض الهواء نتيجه الحصار الامريكي والاوروبي الموجه المحاط بالولايات المحاط بإيران. بالنسبة للأتراك أنا لا أعتقد بأن الأتراك سوف يعملون على تنفيذ ما وعدوا به لأن الأتراك لديهم مصالح كثيرة في داخل الأقليم قبل ثلاثة أشهر أجر عقدوا أو أتموا الخط الاستراتيجي الغازي الذي يربط الأقليم بشبكة الغاز التركية لا. لا. طيب هذا هذا الغاز هناك مصالح روسية في المنطقة يعني ما أعتقد بأن الأتراك سوف يعني يجازفون بكل شيء في سبيل لا شيء دكتور حسام الدين قل يبقى معنا لو سمحت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين أرحب بضيوفنا أيضا ضم إلينا من بغداد دكتور إحسان الشمري الكاتب والباحث السياسي رئيس مركز تفكير السياسي اهلا بك ومن اسطنبول ارحب بالكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب اوغلو ننتظر ان تنضم الينا من واشنطن دكتورة دينيس ناتالي الخبيره الامريكيه في شؤون الاكراد في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجيه دكتور حسين الشمري اجري الاستفتاء رغم الكثير من الوعيد من بغداد ومن دول الجوار ومن الولايات المتحدة أو الانتقادات أو الرفض أو ما إلى أيا كانت التسمية رغم ذلك كله أجري الاستفتاء ما هي الخطوة التالية بالنسبة إلى بغداد؟ تحديدا بعد مطالبة البرلمان العراقي للحكومة اليوم بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها شكرا على الاستضافه الدكتور العبادي يعني ومن خلال المجلس الوزاري للامن الوطني اصدر جمله قرارات بدا العمل بها صباح اليوم بالتحديد على مستوى يعني استلام المنافذ الحدوديه والمطارات وايضا فيما يرتبط بكشف الحسابات حسابات النفط الذي وضعت في حسابات شخصيه لمسؤولين في اقليم كردستان ايضا هناك اجراءات فيما يرتبط بقضيه الموظفين الذين شاركوا بالاستفتاء وهم موظفين اتحاديون سيتم يعني مساءلتهم قانونيا حول طبيعه هذا الاجراء الذي اتخذوه اضف الى ذلك الموضوع لن يتوقف المجلس الوزاري للامن الوطني يتعامل يعني بلحظه بلحظه مع تقارير محدثه عن طبيعه ما يجري، يعني سواء على مستوى المناطق المتنازع عليها او حتى على مستوى الحدود، سيما وان التلويح التركي وحتى الايراني وان كان لم يظهر بالشكل العلن، لكن المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسه الدكتور حيدر العبادي يتعامل مع هذه التقارير وهناك اجراءات حسب معلوماتي هناك اجراءات جديدة ستتخذها الحكومة العراقية إزاء الاستفتاء الذي حدث يعني كما يعلم الجميع أن الاستفتاء لا يوجد له غطاء دستوري ولا يحظى بتوافق وطني بل لا يحظى حتى بتوافق داخل إقليم كردستان قياديين في حركات سياسية اعتبروه بأنه جرى من خلال قرار لزعيم حزبي وهو السيد مسعود برزاني وحتى نعم دكتور من دفع شمر دفع لكنه ذلك هو قرار لحاجة. حصل هذا الاستفتاء يعني الحكومة العراقية تقول أنها لن تتعامل معه ومع نتائجه لن تعترف به هل الخطوات التي تتحدث عنها والإجراءات المزمعة أو التي اتخذت تتم بتنسيق عراقي مع تركيا وإيران لإحكام الطوق على دولة على يعني على احتمال قيام دوله كردستان، هل الخطوه هي خطوه حصار للاقليم حتى لا يتمكن من ان يقدم نفسه دوله قابله للحياه؟ انا لا امضي انه يعني اجراءات حصار بقدر ما هي اجراءات حمايه، يعني تركيز بالتحديد اذا ما نظرنا الى طبيعه القرارات التي صدرت، يعني خذ على سبيل المثال الدكتور حيدر العبادي تحدث عن تصدير ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا لم تدخل هذه يعني الأرقام على مستوى التصدير في حسابات حكومة إقليم كردستان وحتى حسابات الحكومة الاتحادية يعني الوصول إلى هذه الحسابات هو من أجل الشعب الكردي وحماية الشعب الكردي لكن هذا لم يحصل إلا الآن دكتور إحسان الشمري لو أن الإقليم خضع للمناشدات بألا يجرى الاستفتاء لما كنا ربما سمعنا بخطوات كهذه للكشف عن هذه الحسابات التي تقولون أنها دخلت لحساب شخصيات كردية وليس من عائدات النفط وليس لحساب الخزينة سواء خزينة الكردية أو الخزينة الاتحادية يعني الإقليم حينما مضى نحو الاستفتاء نعتقد أنه ذهب أو تراجع خطوة إلى الخلف هم يعتقدون هي خطوة إلى الأمام ولذلك بتصوري ان تداعيات هذا الاستفتاء سيكون له نتائج وخيمه جدا على اقليم كردستان ولذلك الدكتور حيدر العبادي يتحدث على اساس المصلحه الكرديه اولا واساس المصلحه العراقيه ثانيا لا اتصور بان قضيه النفط لم تكن او كانت غائبه عن يعني تفكير الدكتور حيدر العبادي على العكس في كثير من الحوارات التي اجراها يعني ابتداء مع السيد مسعود برزاني وحتى مع المسؤولين الاخرين كانت يحث الاقليم على ضروره يعني ان تدخل الهيئات الرقابيه العراقيه الفساد منتشر هناك داخل اقليم كردستان هذا ليس اتهام يعني انا اوجهه ولكن الكثير من المسؤولين المعارضين هناك داخل اقليم كردستان لسياسه الاداره هناك تحدثوا عن وجود لا. فساد لذلك الدكتور العبادي كان يحث المسؤولين في اقليم كردستان على ضروره الالتزام بالاطر الدستوريه ليس فقط في اطار النفط وانما حتى في اطار المناطق المتنازع عليها، لكن يبدو ان المضي نحو حلم الدوله هو من دفع المسؤولين هناك داخل اقليم كردستان الى عدم الاستماع او الانصات الى النصح الذي قدم ابتداء من الحكومه الاتحاديه وايضا نعم. من الدول الاقليميه وحتى اصدقاء اقليم كردستان، لذلك انا اتوقع بان الاجراءات القادمه ستكون وخيمه جدا على الاقليم. فاصل اول نعود بعده مشاهدينا لمتابعه هذه الحلقه من ساعه حره والمزيد في شان الاستفتاء الذي اجري في اقليم كردستان العراق والاستفتاء على الاستقلال نبحث في المزيد من تداعياته بعد هذا الفاصل.